يوسف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة عدم ظهور خلفية سنابشات. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات. من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على سنابشات خاص بكم. ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة. ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين المؤقت. من ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل الواي فاي خاص بكم. بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل. هنا سوف نقوم بالبحث عن سناب شات خاص بكم. سوف يظهرنا على هذا الشكل. وعندما تجدون هنا تحديد، قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم سناب شات. هكذا نكون قد قمنا